الحمد لله ربنا ألعم علي. نعم. هو شال مني من البصر سبحان الله، والحمد لله وعلى هذه النعمة. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي البصر. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة، فيخفف عني بعضا من العذاب، وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن، فعسى أن يخفف عنه، فالله يدخل من يشاء في رحمته، ولكنه ألعم علي بالقرآن. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم عند الله؟